إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى تيجينا فلا نفعل ما صلي كتاقب الآيان تختم منه نختن يغوت في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه إذا الكمبر هو سيقنقم بأهل النبي أهل القرى فضل الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان، كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان. إن الأهل على الأنام واقد وبها يقوم حساب كل زمان. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان. لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. طيب، إذا القحطاني رحمة الله عليه خوغر کو مغمبے منظومہ کے کیتن کے عقیدہ گانا ہو فقہ گانا ہو آداب گانا ہو ادھر فوپ اللہ تکلم عن العقیدہ وعقائد بعض المذاہب الباطلہ کالجہمیہ والمعتزلہ ولا شاعرہ تطرق الى ما تعلق بالارکان الخمسہ کم پلے انا سفی روافد نقا کم رافضہ إذا رأتي والحج مفترض عليك الحج قال فرلا ينكم الحج مفترض عليك حج فرلا ينكم وحج فرلا ناقنا مما لا يختلف فيه اثنان بمعنى أمر معلوم من الدين بماذا بالضرورة بمعنى الصيد يمفلد مسوحين أخي بارك كما أي بيني قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أدو فارنجتي يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. إذا حجنا واجبيا حجنا واجبيا أواجب أنهم تابان حرب من بريم نقول. يخا واجب أنهم كشفني أن دبت. بيت كبار كبار للحج في الحج أكيد ندرانتي هجوم كده جوس سورني، بس هجوم كده جو كان حتى يعني بيني كذا جب 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 يعني، أنا فايز سواج ما يتعلق بالحج، هناك شروط الوجوب وهناك شروط الصحة وهناك الواجبات وهناك الأركان وهناك مثلا السنن وهناك محظورات الحج وصفة الحج، يعني أمور كثيرة جدا. يخا أقول كتي بعض الشروط فقط، أتي وشرطه. دمير كي لن كتب منيخ الحج حجو كي واجبان ناخو شرطي عند بات شرط كير منيخ أمن الطريق كله بي عنغا ود أنا كله كي تبوت يان كله بي عنغا تكن عنغا كلو تاخو دجن بمعنى إما خنانو تكله دي ما كنغا دي فيانو ما كنغا دي جردو بمعنى كله بي تانغا نارو كله كي عنغا كلو تاخو كيني سوكا تجن بي أما جنان كله كي كيني يغا كله كي بيقول أخي نانو كل لك كل لك تفيد أن أنت كل لك سواتها أنا نارو كل لك سواتها لا أخي ما يقال كر ما وما شابه ذلك لا شك أن أنت كنا قو حيجك واجب الله فان تكمل أن تكمل أن كمل أتي وصحة الأبدان أدو أنا يعني كهنتي يعني
añum ci santé gene parce que hijju nga gollem gollem nga gollem xafé gol xoté daga dal li ngeb yando golle ke batte bo sere be nga ngeb sah Allah shaka dal lati Allah du golle ke dal idan akhab ku shatri fi liyata yu khaganta ya hunaka shurut ukhra kathira jiddan min ahab hadhihi ash-shurut al-istita'a istita'ati la shakran fi istita'a mad yamnu istita'a min nahiyati as-sihha al-badaniyya anfa kusu sino hatta istita'a ngana yam bakhar khadi ngana daga ngam paye ko mo xombe ke suro di istita'ati do hoye agra nga ra hiji sa sa wacha am palle dulle yagi raga la shakran hiji mo jibangi kam hiji mo jwe agen kam kepal li rahmatullah alayhi كبر هديت على الجنائز يرافق سفن فرنج الله يكم على الجنائز جنائز جمع جنازة أو جنازة جنازة يطلق على الميت وكذلك يطلق على الآلة سبعه كتور من نهار جنازة فرقاته جنازة بس فرقي آخر جنازة بس فرقي أنا سطر كنقطه عن جنازة يقول كستن كيتان يقول ورفيق كم كذا يطلق على هذا ولا حال يو خير اذا رفو عنده فرين كالي عند فرين كالي أن نكبر تاني نختي ولا شك أن هذا هو السنة تاني نختي فارغنا أقول لهم بقي بقول كي كم يو خجلت يا وجد في روايات نتكبر خمسة أنفهم وفي روايات ننتي وصل التكبيرات إلى سبعة إلى سبعة إذن كبرك تانجي والحال لسو إيشو سبتي وإن كان فارغ الحالة مفقب من منها أربعة كيا يو خاي ابن عسيم المنخة بسنة ناري الحالة جبه أمي تنم قلتي كي تارا أنا قلت كي تارا أنفهم كونو سنة كي نوسم بنا نم قلتي سو وإن كان ليس بالأمر الحين خاصة أو بخر يرسان سواج أحيانا نفرون جلوكو atoo qadi ba mu gana kibri hatta kargande gana dugu tarta atta ki tarta ka de way kan li yamba kan yubayyin hada lin nas na ji shikal sunje tani kari wo tani tu tani yeri yani hada al umur kullaha sabatat tayib ala kulli hal qodul khara mogombe ke nasum yani ge la la yadkhul ila tafasil al ahkam مثلا ندخل كبر فرنسا سواج عن فاتي آخر كبر فنلندي يصلي على النبي سكندي يدعو للميت نختار لك كيف اللي إما يصلي مباشرة عند بعض المذاهب ما حال كان يمكن أن يدعو يعني دعوة قصيرة ثم يسلم ثم يسلم تسليما نكوها تسليما واحدة أو تسليمتين كوسوسو يسوسي مذاهب المها يخلى يدخل في تفاصيل هذه الأمور لذلك وصل لها بالعفو والغفران اتي كبر كده سلك نو دو ان الله يغ الله غن يم بندي مخا الله غن اخفر كيس اذا دو ان كي خلص كده دي دو ان معثوره الادعيه المعثوره ان كنت احسن وافضل بكثير يا حضرتك انت قد قد بها بدون شك يعني يمكن ان تدعو دو ان سوغا هو نيا بندي فريكي فريكي مخا نيا بندي فريكي مخا اذا كبر رحمة الله عليه أتي إن الصلاة على الجنائز عندنا يعني عندنا أهل السنة والجماعة فرض الكفاية لا على الأعيان أكيد أن ينكب فرض كفاية بمعنى إذا قام به البعض سقط الباقين سرونا كتير يقصلين خرجنا يجمو السكية سرونا كتير يقصلين ده أكيد أن ينكب أم كتير قم يو خم سلام النكر سرون كتير يقصلين نهائيا لا شكرا تي أتوقع كبر كنقو سروبين قالوا يسوسو يسوسو يا بوم طيب بعد هذه الأبيات تطرق إلى ما يتعلق بالأهلة خصوم أنفهم أدو خصوم قاسفة المخن خصوم أولي السكي أداخل السبت بو أتي إن الأهلة للأنام مواقيت وبها يقوم حساب كل زمان الأهلة يا الخصوم جمع كلا يا هلال بمعنى خصوم سواج خصومنا السكين دكال أتياحنا خصوم كيس سواج للأنام سرطنا مواقيت حقة من قد الدين حقة النقيان مواقيت جمع ميقات الميقات
قد يطلق على الأوقات كما يطلق على الأماكن. أما أور في الحج وقاتنا مواقيت الحج ذو الحليفة يا لملم لو يطلق على المكانية مكان يقول لنا كان ينو يا دنا ميقات هو حقتك يا خان يطلق عليه ميقات. إذن وحقت نقيسا سواج وانتن قصوها خصو اللاتو خصو الجي خصو كان وانتن دو وانتن دو من نها كم رأي كان يمونترون دي فلانجين دي خصو كيان أجل إيمان قد كم بغانا خصو كيفا يتعفو قد تمو دو سيكو يم أجل إيمان قد كان خصو بارات كيلي أفاي بيت فلانجي أفاي بيت سيكاني يرا سوك دو خصو كيان خصو كيان حقت نقصوصو آرا سوكو ينوي. إذن أتو بها يقوم حساب كل الزمان اتحقق سوغار يريد ان نغا اسقى خصوك يا كم ولا تلا سوا تحسين انت من بس كي خصوك انا سي اكر كي خصوك سي اكر كي خصوك سي اكر خصوك جو فيت خصوك تام كده في اللو سين انت من سين في اللا دي افغان سين سي كان دي افغان كي مثلا كي تقول لن جاني انسا سوا تحسين فلا افغان كي خصوك في اللا دي افغان كي كلمني ساري انسا سوا تحسوك سي كي كو حساباتني كلها كانت متعلقة بالأهلة ولا زالت. وإن كان الآن أنتم زمن كلاندرية كلاندرية كجنراسيون إنسان سواجا أغني يكري إنسان سواجا وغا سوني قام قصو وغا قوة بيلي قوة أنتو خبيني قاتل قوة أنتو سوني قام قصو نبدأ بيتنا سلام عليكم يو كمري ببعض كو تبتل ببعض على يو بو تم أي ganta so qaso da xarje qaso qaso ngi ga bak suume kay mo gom biya din ko dogu tanga do kay yabati ni gana bok suume kay tayta tayib ati kibre la tuftiranna wala tasum hatta yara shakhs al hilala min al wara ithnan at suume makhsul makhsalir suume jo padi ar suume nyamal ku filisu at makhsu de bil hatta ما برنا يرى شخص الهلال من الورى اثنان مصروف اللي جرى صروف اللي جرى خصوم ولا يسير إن أنت كنت خصوم ولا جل حارب رم كنقو جاز لك أن تصوم بداية رمضان وجاز لك أن تفطر يعني في نهاية رمضان. إذن لا شك أن تكرم قصة سواجا الفقهاء كثير منهم إني مفلي أبو إني مفليني ناتكمو أن تسومين ما يمفلي غنا سيري من دي خصومون كم موغان من نلقى يوخا صحيح أنتي سبق في السنة ندفارين تويلو سربان كتوري خوك بيقرى عرب كبيقري من الباب يعني أدفارين لن يرخصومون فارين تشهر لا إله إلا الله تشهر أن محمد رسول الله أتاهان كي فارين هرقن قول سرون نجيب يخمل ابن عمر خان حديثه اكثرون خصوم موريا دوري كفارنا فارن جوبي وعمر الناس بي بالصيام. اذا ان دخول الصيام يكفي رؤيه رجل واحد على الصحيح يحيى عند الخروج يحتاط احتياطا بما كان ورايك يمو في اللي قالوا بس رؤيته دو بكي كده بقى رؤيته دو بكي كده بقى. لذلك أتي متثبتان على الذي يرياني أري بمعنى كسرة في اللي سفاج دنقراهم يما خير كيف وقت ننتروا وريا يسر سبت ننتروا وريا أنا يسر وكو في اللي خران هورو في اللي كبوش وسقاط مهم في الفقه الإسلامي كثير من الأحكام يفرقون بين العبد والحر أنفا أي كيف نكون مسائل في بغاقو شهادة كارا بس كيف شهادة شهادة كارا شهادة العبد لا يقبل. هذا مشهور جدا في ماذا؟ في الفقه. لذلك من الفروق بين الشهادة والرواية أن رواية العبد
مقبولة، ولكن شهادته ها شهادته مردودة، شهادته مردودة. إذا الفرق كبير بين الحالتين. طيب أتي حران في نقليهما ثقتان. أنت وسع ننتي حروف اللين لابد إن ثقانيا سروبي لي كلمون تريا ودي تو غارد ودي تو سروبي لي دينا غادي بحر بمعنى العدالة. أنا ثقتان سروبي لي تا وسقون تريا سربي شهر عندك بس شهرين تات وتشر لك رأيت الهلال. ولكن إذا كنت ممن لا يقبل شهادته فلا يقبل قوله ها هنا أيضا. بس كم بريك أنا جسربي دبيت يسود ندا سانج ندا سوبي يوبان ندا سرمون أسانج ندا سوبي أسوبان كده على كتو إن أنت خصوم بري لا يلتفت إلى قوله أتي لا تقصدن ليوم الشك عابدا. يوم الشك كم قدرها سابل لغني تنجي كم قدر أقول تبل تنجي كم يكون خمبره لغونا فيوغا وغا خصم بور يخمبره يوم الشك عال يوم الشك بمعنى سل خصم قد أولي تصوم خصم قد أولي خب نخلي أنك نقول لك يسوم أنغاتني نقول نسوم أي أغنى يسوم قصوم نسوم أغنى يسوم قصوم خانا ينن نافلا كيف فارن وكبكي فارن وكبكي بل أبو هريرة تسريبه قال يوم الشك سوم فقد عسى أبا القاسم. لذلك أتي فتصومه وتقول من رمضان أنت الكوتة كسوم أنا يخصوم السجي أنت الكوتة من رمضان. إذن يرخى ما يتلق برمضان أشار فقد رحمة الله عليه إلى بعض الأحكام من أحكام رمضان. يخال تفاصيل هذا في كتب الفقه تفاصيل هذا في كتب الفقه. إذن كبل رحمة الله عليه عكس في أركان الخمسة كم بس كل ودني صلاة ودني زكاة ودني صوم والحج كل كان عقيدة والعقيدة كلها متعلقة بشهادتين. الآن علي طوائف نقوها أسف ما يتعلق بالمعتزلة والعشائرة والجهمية. الآن تطرق إلى الرافضة. الرافضة يلقوا غادي يصيروا بينا للشيت وغادي يصيروا بينا للشيت يومك جمالك يجيبه ما شاء الله عليه علي محاوكت فرامبر أت إن الروافد شر من وطع الحصى. بمعنى سري سلطان يجي أنكم أنك تير كوشي مثل أنكم أسوى بسو أسوى حالهم مجفوق رنفوا روافد. وهذا كلامه جميل أدقابك أفرامبر أسعد أنكار أنا رافعي يقدروا بينكم أدو عقيداني بيني ديما قراخب ننتي من أقائلهم ننفارن جهابين إليو خوني عائشة إن تهمنا قرآن إذا عائشة باران يكون عائشة لك إذا تهمنا أقول كيبان وصي كيبان وصي يعني ننتي أقول وصف كيف يكون هنا وصف يعني يصدق عليهم لذلك لا تعتقد دين الروافد إنهم أهل المحامي وحزبة الشيطان. أتنك يريد تخذوا شيطنكم رافضنكم إذا دينا بكبر أصلي السلام أخو دينا كبر أقايمكم بيني قبخ لا سلة لها بالإسلام أقايم من عندي أنفسهم وهي كلها أقايم باطلة. أتنك يريد تخذوا رافضنكم دينا مغرور ما خا يعقلك حتى فانكم دمنا سرو بيني قال أهل المحال وحزبة الشيطان شيطان جوبيان بمعنى كيف الشيطان عمود عند توم عند دومي عند شيطان عند دومي عند سرو بيني حق لله عند كيف يوت يكون كجاكم أنا مكاري خرانة من مصحف فاطمة أتعرف كم من خرانة كيف قال سرو كيت خرانة كل كم سنة فاطمة أنا اللي قرأ سيرة مولية أنفهم سير اللي قرأ بيجي بقى محمد بن العسكر هذا قالي أنفهم أفكر لاني أكون منه وني مولنا آل مهدا يلبو أمور يعني مستحيل يعتقدونها وغير ذلك من الأمور الكثيرة.
Atadı orada. Ce'alü şuğur ala kıyâsi hisâbihim. Hasuk ucâti, o dedi câti. Ati, ce'alü şuğura hasunlar, yukumla ilin hecetiyim duran yâkan diye. İlkeye sütü bir doman diye. Sahabinin konuda o. Bas hatta tarihin hicriye, gönlü umur adını çeriyen ne o? Tarihten adı mahfet tarihin hicriye. Şiyani, tarihin hicriye tirafir olduğunu yok. İkbar sırası duran o ki sahabinin umur, ikbar umur adına kutası. Sadi Abu Bakr, sahabı horuk di, al-kulafa, ikbar suya tanıyor. İzhan, ahkamu şeriye fokim gibi yani, Rasul Sazi, nambarasu, maanna yillekati, فرس يبتعلون غني توار توارخ نبيني دبني فكر كنت توارخ نيا وتسات واجي قام قول لي أنا سلام أخو قال لي لكن أتوه لذلك قالتي جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولا ربما كمل لنا شهران أتحقق جوه خاص في اللي قام يبتوكوا بحاجة تبنا تاني كبيرة كمل كهولا كهيه خاص في اللي تبنا ولا ربما نقص الذي هو عندهم واحد أدفع خصوم بمعنى حقتي وخصوم بيني أنا تبني وكونوا غني يعني يكون نقو أنا خصيم كيان خصوم بيني أنا نقصي وكونوا نقو إن تبمن أنت ملا تأبدا يدوس لهم يكون تونها جم خلني يخالفونه في كل الأمور لذلك أجيتي ولا ربما نقص الذي هو عنده واحد يكون خصوم كمان تبمن تجد أنا خصيم كيان وكونوا وعوف صاحب النقصان خصوم بين أنا خصيم تجد وكونوا يكون تبمن المقصود مخالفة تامة بينه وبين جماح المسلمين لذلك قال محمد إن الروافد شر من وضع الحصى حصى كوتش مسيان عنده سلس قولي تنتاغ نية جياح قبل محارب رمية جنة أن ينبس روافدا يعني هذا جي كل سرنا شيتنا إني خطورة دا جي بيقا جبك بس أن سر الله نور عند الله رأي مرودي أخذ ساسا لك الشيء اللي بيقى وبقى السنغال ألا بانا نحقق إما دار سالي أجيب بيه لكل يدي باريفي في اللوفي رجون كان يماني بقى السنغالي جاي الشيء اللي ما كازماس كولا خمبتو الشيء اللي إنخو نصرانكم بغني أساسا واجي لد دواء يعني خالصين كبين يما قطع لد دواء سيرسو خالصين نقلين قنصو أنغان دينا وخبني بس يكون خالصين يقوينا ما يناو شيء فلوس تبغى فلوس داج تكي تخرج الله من يغري أنني يخرج الله خر سنة ليات نقوى إن هذا شيت من شيت من النق أنا شيت من النقص سواء كنا موتنا بورس كنا خرجوا من خرجوا دريان راجو من عندنا إيدا بيل دوما إيران عندنا إيران خا كيس سند ما نرى يعني كيس سرابي نعم تو أسرعين دينا دي ما خربان إدينا كنا خو بيعرف من الدنيا لا يساعد له شيء أخسرت في أنغرا عند أنغرا اللي ما نتو دورا لا شك أن الشيخ من دورا سكو في دال لي أنغ بنته إذا ورا كان كيف الله خلنا قيادة الله ناج لذلك الفخر اللي مني يحق لي تخدوه سينيوغ لي ساتوا الشيخ اللي يربى الخدمة إركبي خلنا لما أود سنغال كمي طالب إركنيا أود سنغال بار كوت نادني إيران ni xalla bu ko yogulitu ken nga yeera ay leeyle atke rat te haqle lat ke won ko bo ko bure ke be kamba xiyal xiran nat xiyan nat ke ci sul gare ate ngimbe ni gaaw ci o wax jabe gar ya akhara jabe ke bagay le ken nga xibaru ko won daga xibaru be ga bi wala nga rena transformer agna yille ta yille shiti ya kala bi khore ga kana farfan dañi khasi ga meene ni katang am taxu شيت من كبير نمبر دور أقل برمية. لذلك الآن نيجيريا جمع خورين يبخر دور. ما بالي وكارة جمع يعني بخر. سنغال بيبقى أساس واجي يخلو دواء يعني. شرني حق الدور. أت من كل إنسان ناطق أو جان. ديكو تكسرو كنسا زواج. إيام غرنتي فوف انغران تالو نيكي ياخن كم ما جن حار برمي يا جن ما جننا يا جن خارج جنن يعني بالغ في 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 وصفه وهذا جي كله سلام الله وناتو كوني خان شيتين كوني خان روافد حتى تحذر منهم
afaki fini yoreko at madahu nabiyya atandi kunyawal nafiq ina fara la ina jak wa khawwal ashabahu ina fara ni fara jahab ina kum jambando ya abubakar jambande umar jambande in kesu ko do manne ha ti fara nga aga kallar yar ko nat ko igana karali nan dakibat abubakar ar pusi umar ar pusi usman ar pusi diga be ko do kiyabat en fara jahab ina jambanto nan dir fara jam يعني عندهم عقائد خبيثة جدا وتمكنوا من عقول بعض الناس خاصة فرانس خرانغانو كيوغني ساسوان أنا أحيانا أناقش بعض تنيو دو أحيانا من المسلم وهو ترى مستواه عالي جدا في في الفرنسية يحمل مثل هذه الأفكار حزب الله دي قال لبنان أسوفنا شيك شيك بر 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 أنا مكا بركا سوريا كو كان سوريا غير كل لغة غير خوني أخا كونيان دينا ديما لك يعني هو لا يعرفش يعني شأن تشيو أكيب بايد لك القضايا سياسية بارا ليس القضية ليست قضية سياسية بحث إنما قضية عقدية من الطراز الأول أنفهم إخانكم ويا لك لبناني يبقى يوم أخا سنغال ساسوا تيرو سنغال جلكا حكذا سنغال إيكونوميك نكوني حكيبي لبناني إذا خالص كيف سوود ساسوا يفقا سودني يفيني شي عقبار بارا شيء كبار على كل حال وراترون كيس وتفاصيل انه يخل مقصود سروني حق لتغر بس كيف يوم جمالي كده هو يقول قا اكيد يوم ما خيرت بك التقيه بمعنى غار اتي لا من لا تقيه له لا دين له بمعنى سربت غار كما ان اللي كثر انسى سوا يكون واجب شيء ان اللي كثر انتي وكو وي ابو بكر مول وي عمر مول كل ان الله يدينك كنت ما فوقس انا يا غاري بل كيف فينا ما ديناي سير سوقت كده بلاد كيف دينا لذلك سير كره النفاق وكون قتل اما مولا كانت بسمك يا انا تحنات غاري يخوفوا انا جوي في نقنو انا يقول الله كان تخبا كو دامي اني من سو والله انا سو لذلك انا من الشيان كبك كيمبكان خصان قال لك كيمبكان انت كان لا تبكيت بون المشرقين عندي بحكي في فوق أتي ورموهم بالظلم والعدوان إرفارن جهابي لقد تهمتي تونوني أدو خلنا بمعنى خبفوبكو علي خباري كمو يكون نعم صحابي نقول علي لقد تونيا إرخلنا خلنا كوي علي بناء على ذلك أن إنسا سواجا إغنان دا قيان دي ورون دي ساب غوروك فيلي ما ساب غوروك سكي إني سورة نجي إيجي لنا إيجي كا عائشة رضي الله عنه وسيدنا عائشة موقعة في جمال بيج دنج عائشة كيرنا عائشة أشنو هو عائشة فارم خشنو بيجا سريب لنا قلنا قط سكين عائشة إكبر سريب لنا قط سكين عائشة وهذه هذا عقيدة ودينه يكون نتاعه إذا عائشة لنا نيجا كان كيان مهدينا وهذا يعتبر دينا عندهم أتي عائشة في نفيل اسمانتو خروم دنجي وكان خافوا بي حق الموضوع ها كو يو وراك كتم اللي اتي حب قرابته فارن ادون كوي قال رسول الله يكون بما يكون سا سواتا يدعوا لك اتي اني الى فارن دون كوي الى خروه فاطمه دي روم يا فاطمه علي حسين قالوا فو بيبي كو سوغاتو بوغوم وسب صحبه ايه بمعنى فارن دون كوني nga khara kullaga khani kham فارن تهابني بيني ادي غا جلادي غا خن khara kull khani lang khani ka اتي جدلان عند الله متناقضان بمعنى كفيني في اللي رات جمرات كتمي الله تيانا فار بارك صلى الله عليه وسلم ادو كون ان كون يغ دوران خناني اصابر ان كون يغ دوران خنو كو تناقض يعني نها كفيني في التلاقون يعني نخا أخا رافلان إن كينيا كم رافلان إن كينيا كم أتي وناك يعني كتار بعينك برضو تقريبا في قصة رافلان هو كم وقضية قضية بسيطة أتي فكأنما عال النبي وصحبه أتفارن أصحاب على الدم كلها روح يكبارين يعني يضم جميعها جسدا يكبارين خفضوا بالليل بمعنى يوم كبارك يا عيالي
ayan foto ko filli sa sawaj foto ko filli misal en manya faran dum goni sahabe ni khayo ko bar ko te fiani bisu bilati di mana serbane ya an ko serbane ko faran gati silami misal en ko serbane ya kebe gana sufa aga fere mo ci storo no hobbe at fi'atan ya at jamo filian yo kha jamo bare hada min babi tajawuz aqduhu wa isu aqidana shiri'a ahmad faran ke be gani sun ke bara kam fogo su ni bogo isu sunna ngumu ya isu shari'a ti akam faran sahabe ni su wa in kana ku qaraba dambinga do kura kha anfam at bi abi wa ummi ke arfin diga mi yana agari naga ko ni anfa komo ndimmaade pa bahostam sahabe ni komo tuzo khasara ni gadi bi abi wa ummi ya rasulullah arbu diga mi ke komo ni kunda kha اتوقع دوران باسون دي يشكال سون دي الفا ذلك الفئتان اتكو جواب في لسا سواتا فئتان سالكتان في سبل الهدى يسون كان دين كيلن يا كام يسون ترين كان دين يا كيلن كام وهما بدين الله قائمتان في لسا سكانو ناتي الله سبحانه وتعالى دينان يسكت الله سبحانه وتعالى دينان يدينا كرغا نايدا جما بانيا يوكو بانيا فارين كهابين يعني سو الله دينان دا جما كيرا غانان دا بوغور ان نكوخن ان نكورا غان نكوخني خو راحلاني نا يمازام يعني كيبي يعني فارين كهابين نا يري راغ يري يري لاندا يريكا يري خول بل يفاقك كل محبي ان علينا تكون قرابه النبي صلى الله عليه وسلم كونغا ان كل غني خرو ان دوا كوندان اتي كل في فيليا يرات جيم لا تخطي يسو صحابين قبل كل شيء يسو تري فارين دو شريعة بغير يسو ترين كنيا كفا يعقيدا نخيرا باريا إذن كمبري كيدا كي وانا مبنات ونسو قول لما هو كل باريا كي أكملنا ونسو خل أنفا ونسو خل ونا قد يسودا ونا دوا يسودا وندرو خو ما تلق موضوع بغات حقوق الصحابة أو تقول أمس كان لك حقوق الرسول هناك حقوق الصحابة أيضا وهي حقوق كثيرة جدا لعل لك الدرس كان يجيل الفنوناسير هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه